لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أهلا بكم. خلال الساعات الـ24 الماضية إلى حدود الرابعة من بعد زوال أمس الخميس، ارتفعت حصيلة الإصابات بداء كورونا إلى 4423 بعد أن أكدت التحاليل المخبرية إصابة 100 شخصين. تعافى من الفيروس 56 مريضا فيما توفي مصابا. ومع توالي الأسابيع تواصل نسبة الشفاء في ارتفاع ونسبة الوفيات إلى انخفاض، كما أكد على ذلك محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة. من جانبه وزير الصحة اعتبر بأن الوضعية الوبائية في المملكة لا تزال متحكما فيها، لكنه شدد على ضرورة مواصلة التقيد بإجراءات الحجر الصحي. خالد نجدي. 102، ذاك هو عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبتسجيله يرتفع حسب وزارة الصحة العدد الإجمالي للإصابات إلى 4423 حالة إصابة. بالنسبة لهذه الحالات، سجل أكثرها بجهتي مراكش أسفي و الدار البيضاء سطات، والباقي موزع على الجهات الأخرى. طبيعة الحال نتكلم عن 102 ديال الحالات الجديدة لهذا 24 ساعة. وزارة الصحة أكدت أن النسبة المئوية للمتعافين تفوق 22%، وأن النسبة المئوية للهالكين من بين إجمالي الحالات المؤكدة تبلغ 3.8%. ورغم أنها نسبة منخفضة ومستقرة، إلا أنه من الضروري الالتزام بالتدابير الوقائية. هذا الحجر الصحي راه عطى الفائدة ديالو، ولكن ما كيعنيش أننا راح نتغلبنا على الفيروس دابا. هذا الفيروس راه غريب الاطوار ومعروف على المستوى الدولي، ان الا كان شي تراخي ولا شي تقصير في هاد الايام المقبله يقدر ترجع الحاله كيف بدينا النهار الاول، ولهذا درجه اليقظه خصها تبقى جد مرتفعه، الحاله متحكم فيها. وزارة الصحة أوضحت أيضا أنه تم استبعاد أزيد من 1809 حالات كانت إصابتها محتملة، ليصبح مجموع الحالات المستبعدة بعد إجراء التحاليل المخبرية 30,418 حالة منذ بداية استشراء الوباء. مواصلا سن قوانين وإجراءات لمواجهة التداعيات الظرفية الوبائية، صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار وعقود النقل الجوي للمسافرين. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بتطبيق أحكام من قانون مدونة التأمينات المتعلقة بالتأمين التكافلي. يوسف الحميدي. مشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي يندرج ضمن التدابير التي تم اتخاذها تطبيقا لقانون الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، والتي من شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن جائحة كورونا. خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين عبر اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر. وللإشارة، فإن مقتضيات مشروع هذا القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 شتنبر 2020. مجلس الحكومة صادق كذلك على المرسوم رقم 22 المتعلق بمدونة التأمينات. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل أحكام بعض المواد من القانون رقم 1799 المتعلق بمدونة التأمينات، كما يخول للسلطة الحكومية المكلفة المالية صلاحية تحديد بعض المقتضيات المتعلقة بالتأمين التكافلي، وخاصة معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق هذا التأمين وكيفية أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي.
وفي بداية أشغال الاجتماع الحكومي كان رئيس الحكومة نوه بالخطوات الاستباقية التي اتخذها المغرب تحت قيادة جلالة الملك لمواجهة التداعيات متعددة الأبعاد لجائحة كورونا. وآخر الإحصائيات عن فيروس كورونا في دول العالم تشير إلى أن عدد المصابين نهز 3,400,000 شخص، تعافى من بينهم أكثر من 1,000,000 شخص، بينما قضى بسبب الوباء أزيد من 230,000. وبعد أن كانت روسيا تسجل أعداد إصابات قليلة خلال الأسابيع الماضية، تجاوزت اليوم سقف 100,000 إصابة، كما أعلنت إصابة رئيس الوزراء الروسي. من جانبها خففت العديد من الدول الأوروبية إجراءاتها الاحترازية رغم تحذيرات من منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا لا يزال يشكل خطرا كبيرا في القارة. من بين الأنشطة التي تقرر تعطيلها بسبب الوباء نشاط عيادات طب الأسنان، باعتبار أن طبيعة هذا التدخل الطبي يعرض بشكل كبير سواء الطبيب أو المريض لخطر العدوى. قرار التعطيل جاء من الوزارة من وزارة الصحة قبل نحو 4 أسابيع. طول المدة كان له تأثير سلبي على أطباء هذا الاختصاص من الجانب الاجتماعي والاقتصادي، حتى بعد معاودة العمل يتوجب تشديد طرق الوقاية. روبورتاج حسن لحمة ديوس في الغازي. بعض الرتوشات وبعض الإصلاحات مع تعقيم الآليات. عبد العزيز مجدوب طبيب أسنان علق كل أنشطته بسبب كوفيد-19. تعرف بأن طبيب الأسنان كيخدم في واحد البؤرة ديال العدوى اللي هي الفم، حيث كيخدم كيوصل كيلمس اللعاب ديال المريض، كيلمس الدم ديالو، كيكون قريب من النفس ديال المريض. تعليق أنشطة حوالي 6,000 عيادة لطب الأسنان بالمغرب يجد ما يبرره عند الفيدرالية الوطنية لنقابة أطباء الأسنان بالقطاع الخاص. تبعا لرسالة السيد وزير الصحة المؤرخة في 6 أبريل الماضي، تم إغلاق جميع عيادات طب الأسنان، رغم أنه كان هناك قرار سابق للفيدرالية الوطنية بإغلاق العيادات تفاديا لتفشي الفيروس، بحكم أننا لا نعلم عنه مجموعة ديال المعطيات. العيادات قفلات بطبيعة الحال، ولكن التبعات ديال هذا الإقفال كانت كبيرة بزاف، لأنه تتعرف غياب المدخول بالنسبة لطبيب الأسنان اللي محتاج مدخول يومي للحياة الاعتياد ديالو. اقترحت وزارة الصحة في وقت سابق إغلاق كل العيادات مع الاكتفاء بعيادة واحدة في كل إقليم ومدينة بالنسبة للعلاجات الاستعجالية. عملنا مع الإخوان ديالنا ديال المجلس الجهوية وبتنسيق مع الوداديات ومع النقابات باش أننا ندير واحد اللائحة ديال الأطباء الأسنان اللي غادي يديروا هاد المداومة، والأسماء ديال هاد الناس ديال هاد الأطباء كاينين في بعض الصيدليات وكاينين عبر المواقع الاتصال الاجتماعي. هذا مع العلم أن طبيب الأسنان عمره ما قطع الاتصال بالمرضى ديالو. أزمة كورونا ألقت بدلالها على القطاع الذي يعاني اليوم من الركود وانسداد الأفق، لكن هناك تواصل بين الحكومة والمهنيين. الهيئة وراسلت يعني الوزارة الوصية هي وزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشكورين لأنهم كان استجابة طيبة، بحيث تم إعادة جدولة الديون، كما أن هناك تسهيلات في أداء مثلا الأداءات الضريبية، وباش نبشر الإخوان ديال الأجراء بأن راه كاين دابا تسوية إن شاء الله غادي تبدا بالنسبة الأجراء مع اتصال مع المحاسبين المعتمدين ومع مع صندوق الضمان الاجتماعي لتسوية وضعيتهم لكي يستفيدوا هذه الأجراء كباقي القطاعات المتضررة من كوفيد-19. طالب أطباء الأسنان بتوفير وسائل الوقاية حتى بعد زوال فترة كورونا، وهي مواد مكلفة قد تثقل كاهل المهنيين. كانت بدورها من بين أول وأكبر المتضررين من جائحة كورونا الفنادق كجزء من القطاع السياحي، نشاطها متوقف بشكل كامل، وبعضها انخرط في الحملات التضامنية التي طبعت هذه الظرفية، توفر وجبات غذائية للأطر الصحية التي تجندت في مواجهة الوباء. ومع حلول شهر رمضان غيرت هذه الفنادق بمدينة مراكش من قائمة الوجبات التي ترسلها لمستشفيات المدينة لتتلائم مع خصوصيات الشهر الكريم. روبرتاج لحسن هبان عادل بوسكري. الحق انتشار فيروس كورونا المستجد تداعيات سلبية على المجال السياحي بمدينة مراكش، لكن القائمين على عدة وحدات فندقية رغم ذلك
انخرطوا في مبادرات لدعم الأطباء والممرضين الذين يشتغلون في الجبهة الأمامية لمعركة مواجهة وباء كوفيد-19. partir du 23 mars يعني كنا كنوفروا جميع الظروف الملائمه باش الناس الاطقم الطبيه تاخذ يعني يكون تكون مرتاحه في مواجهه هذا الوباء يعني. والان دابا حنا في رمضان الاختلاف اللي كاين بالنسبه مثلا للوجبات كانت تقدم على ثلاث مستويات يعني الافطار والغداء مع العشاء. والان يعني الناس كياخذوا الوجبات ديالهم في اين واحد باش نحافظوا على لي ميزور سيكوريتي. We'll be right back.